زين صباح الخير. هذا صباح النور دنيا كبيرة. اهلا وسهلا مرحبا الله يبارك فيك. الله مرحبا بك. الله بارك الله فيك على اختك. ان شاء الله نقدم لكم شنو بغيتي فطيره ولا نقدم لكم يا ربي الرغيفات مغسلين. ناخذ الفطيره نشوف. وبعد الاخت اللي قالت لك على سلو يمكن نقول لها شنو دير دابا معايا قالت لك كل شيء جاها منيل كل شيء جاها معجن ودخلت حاجه في حاجه يعني لا لوز باين لا جنجلان لا حاجه ما بغاوهاش الدراري تاخذ هكذا واحد جلفه ديال الجنجلان تحمرها بحال غتعاود شويه المقادير تعاود شويه تدخل فيه شي شويه باش يجيها داك الشيء باين وزيد معاه واحد زليفه ديال اللوز تخود تدخلو للفران يتحمري في الفران وتهرمشو وزيد معاه شويه ديال المهم ما بغاتش كاوكاو ما تزيدوش بلاش هي لا كاوكاو كيعطي لو غو زوين هي هادشي هذا هي الزنجلان واللوز وتعجنوا معاه وراه كيولي عادي قلت لها سينو يعني الا ما عجبهاش غادي يمكننا نعطيوها له سلو اللي ما كيحتاجش مقادير كثيره وكيجي زوين والدقيق الا ضفتوا ليه كيما قلت لها غادي يغير له لوغو ديالو ما يبغيوهلهاش يعني غيجي بيض وغادي يجي خايب ما غاديش يجي زوين على اين ان شاء الله نعطيكم دابا فطيره واحد الفطيره كتجي هائله كناخذوا زلفه ديال الدقيق زلفه الدقيق كنخلطوها بالماء حتى كترجع لينا بحال كتجي بحال الشكل ديال البغرير في العجينه ديالو ولكن شويه قاصحه عليه نخلطوها بالماء شي شويه وشي ديال الملحه اللي بحال العجينه البغرير قاصحه عليه شويه قاصحه شي شويه عليه كناخذ زلفه فيها اللحم مقطع مقطع مربعات صغار الشحمه حتى هي زلفه مقطع مربعات اللوز حتى هو مهرمش اللوز مهرمش جوج ديال البيضات مطربين جوج بيضات مطربين شويه ديال الملحه وشويه ديال السودانيه ملح وسودانيه هذا هما المقادير كناخذوا المقله ما كتلصقش لا المقله الثقيله ديال الوجده كنديروا فيها مغرفه ديال ديك العجينه وكنبقى نسرحها بيدينا حتى كتولي على اللاطه ديالنا رقيقه كنسرحوا كاع هذيك العجينه كنشدوا ديك اللحيمات ديالنا كنبقاو بحال كنبتوهم في ديك العجينه ديالنا والبوطه ناقصه وهكذاك حتى الشحمه وهكذاك اللوز وكنخويو عليهم شويه ديال الملحه مع السودانيه من الفوق كنخلطوا شويه ديال العجينه مع داك جوج بيضات كنشدوا ديك البيض مع الدقيق اللي خلطنا وكنديروه من الفوق الفطيره ديالنا حتى كيتغطى ليها الوجه ديالها كله بديك من ديك اللحام وداك الشيء كيتغطى من الفوق كنخليوها من حتى كطيب حتى كنشوفها حمارت وكنقلبوها على الوجه الثاني وكنخليوها طيب نعم وبالصحه وراها راه كتجي هائله ان شاء الله نجربوها تبارك الله عليك لاله